السلام عليكم. السلام. ودادي. اه. شكون اللي كيعجبوك في اللعابه؟ كاين عندك يحيى جبران وحارس جديد ديال الوداد سيدي السويسو. شنو التوقعات ديالك في المباراه ان شاء الله؟ غتربح الوداد. شحال كتقول؟ شي 2-0. 2-0؟ اه. في الميطه الاولى الميطه الثانيه؟ عطيهم الميطه الاولى واحد والميطه الثانيه واحد اخر. الميطه الاولى؟ واحد والميطه الثانيه واحد. يا يخرجوا ان شاء الله رابحين؟ اه بجوج. شكرا. اشنو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كلشي مزيان؟ كلشي مزيان الحمد لله. ان شاء الله كاين المباراه ديال الوداد ان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله. التوقعات ديالك اخويا كوداد؟ كوداد ان شاء الله اول حاجه كنتمنى ان يسود الروح الرياضيه ما بين الشعبين المصري والمغربي. الحمد لله احنا خوت، فاللي كان مجد وان شاء الله يفوز بالمقابله، وحنا كمغاربه وكوداديين احرار كنتمنوا الفوز ان شاء الله للوداد. غادي نقولوا ربما من جد وجد. اه ان شاء الله هادشي اللي كاين بطبيعه الحال. حنا كنتمنوا الفوز والحظ يكون حليفنا ان شاء الله في المباراه ديال الوداد، والله يوفق الدراري ان شاء الله. بيان سير ما حد وداد الامه ان شاء الله في القمه هاد الايام ان شاء الله في هاد المستوى اللي غاديين به، فما غيخيبوناش ما غيخيبوش الشعب المغربي ان شاء الله. الا قلنا لك شكون ترشح في اللعابه اللي ربما يقدروا يسجلوا؟ وا ان شاء الله اللعابه كاع الوداد كلهم كيسجلوا الحمد لله. ولكن قلتي ربما انت تصوموا. تصوموا ان شاء الله. تصوموا ما يحشمناش ما يحافيناش قدام الراني. يا رب يا رب باش نتمنى من عند الله. قلتي شحال تقرب ربما عطيناش شي النتيجه ان شاء الله نتمنى 1-0، لان عندنا هاد الاهلي ماشي فريق سهل ولا شي حاجه. المهم ان شاء الله نفوز. المنافس اللي هو كما غادي نقول بطبيعه الحال راه حتى هو بطل افريقيا، راه ما ساهلش على ما اظن 10 مرات هو بطل افريقيا، وان شاء الله احنا جايين احنا في الطريق. ما تقول حارس المرمى ديال الوداد؟ اه منير راجل وغتبقى ديما راجل حبيبي. تحياتي لك منير. نتفائلوا فيه الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي يحشم حبيبي. شفنا الا فتحنا واحد القوس شفنا تقريبا الحراس ديال المرمى. الحمد لله المملكه المغربيه ربما عندها حراس اللي ما كاينينش ربما في باقي بطبيعه الحال. وهذه خصله من الامور الجميله في هذه البلاد عندنا الحمد لله اللي كتنتج لنا حراس دوليين على راسهم الزاكي اللي كان تاج فوق راسنا، وعاش الحمد لله شفنا الصوره اللي ظهر بها بونو مؤخرا في الاتحاد الاوروبي. جاي من مدينه المحمديه طه الاشبالي. الاشبال تبارك الله راه شوف الخزينه راه مليئه تبارك الله من حراس المرمى، وان شاء الله اللي كيقولوا الكلمه ديالهم في الساحه الافريقيه والساحه الكرويه ان شاء الله. القادم اجمل ان شاء الله باذن الله. شوف من الاخر ديما وداد، وتحيه وداد الامه ان شاء الله. شكرا. تحيه للجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير الحمد لله. الله يحفظك خويا. غادي مع العمال. اللهم عليك الحمد. واش رجاوي ولا وداد؟ انا رجاوي. وداد لعبه اليوم الوداد. كنت لعبه في مصر. كنتمنوا الفوز ان شاء الله الوداد 2-0. احنا رجاويين صحابنا وداديين. الروح الرياضيه. الروح رياضيه. تبارك الله عليك. شي كلمه خويا. السلام عليكم. السلام احمد الله. كديري بخير؟ بخير الله يبارك فيك. شنو كتوقعوا التوقعات ديالك؟ كنتوقعوا 2 فوز. فوز 2-0. 2-0 ان شاء الله. ما يحيدهاش ان شاء الله. صافي ديما الوداد. بغينا نرجعوا السطر ديالنا الاهلاويين. صافي. 2-0 ان شاء الله. تحيه لكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا خويا. عليك كلشي مزيان. الله يحفظك لك. طيبه. الله يحفظك. التوقعات ديالك اليوم في المباراه ديال المباراه صعيبه والله. ممكن ما سهلاش. ما سهلاش غتخسر الوداد. غتخسر. اول واحد غادي يقول لي غادي تخسر. ماشي ما تخسرش. خص شحال تقريبا غتخسر بشحال؟ تقدر 2-0. 2-0. 2-1. نتمنى. وحنا انا بغيت تربح صراحه. انا بغيت نقول لك نتمنى وتربح، ولكن التفاؤل ديالك راه في محل. محل شحال التوقعات ديالي؟ محل التوقعات ديالك هادشي اللي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير هانيه؟ الحمد لله. هادشي البحر التربيض ويره. اكزاكتومون. كي جاك البحر بعدا مزيان؟ لا مزيانه. كورنيش ديال المحمديه قادوها وهذا. وداديه ولا رجاويه؟ بحكم ان الوداد مع الرابحه. اكزاكتومون. دابا كتمثل المغرب دونك نقولوا وداد. الوداد دابا كتمثل المغرب. هذاك الشيء اللي كاين. شنو التوقعات ديالك؟ واش الوداد غادي يربح ولا غادي يخسر؟ راك عارفه لعبه في مصر دابا الوداد. لا ان شاء الله غيربحوا ان شاء الله. لا ان شاء الله رابحين. غادي يكون فوز. شحال غتقولي تباه؟ برونوستيك 2-0. كتقولي انهم يربحوا 2-0 في الميطه الاولى ولا الميطه الثانيه؟ لا في كل شيء. كل شيء. الماتش كامل. الماتش كامل. تبارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش ودادي ولا رجاوي؟ رجاوي اشير. رجاوي. اه. بروح رياضيه. رجاوي كريمبو السلم. واخا بروح رياضيه دابا. روح رياضيه. الوداديين خارجين ارض الوطن غادي يلعبوا. الوداديين. التوقعات ديالك.
فريق الوداد في مكان خايف على الوطن. السؤال العلام تسكسكسكس تش من السؤال العلام شنو نسطيس شنو انا كنقول لك اسمع تا غرينبوز حنا سكتي تو عاد ما خاص الصلاه كل روح ريدي الاول و غرينبوز سلمو شي خويا وما كاين الوداد الاول كنا انا الراجا والله يسال على كاع الفرق الا الوداد والبارسا ودي مراجع هذه ربما انانيه ماشي انانيه مش انانيه واه واه اسمع واه واسمع اسمع ناس سمعني اخويا الحب مرحبا مرحبا اسمع الوالد وداد انا ديديكاس لك الوالد ولا الدوار مزاب وكنا غرينبوز سافر الوالد ووالدي فهمتي ومرحبا وديديكاس خويا رايده في اصلاحيه خويا رايده خويا رايده في اصلاحيه الرأي ديالك في المباراة غادي تكون ديال الوداد اليوم ان شاء الله. ان شاء الله غير خويا حنا اللي ربحنا معاه روح رياضية. واه المهم راك تجيب باللقب للبلاد فهمتي. ممكن تجيب شوف 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 أي حاجة أي حاجة هز براية الإعلام المغرب مزيان اللي غيهز براية سالينا. واه خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هانية الحمد لله. اليوم راه لعب الوداد. حظ سعيد الوداد البيضاوي أنا كرجاوي. كل توفيق للوداد ان شاء الله كل كل صراحه ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.